عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم غادي نحضروا حريشات بالزعتر ومعمرين بالفرماج والزيتون الاسود او الزيتون كحل، فكيجيو هشاشين ورطب وكذلك المذاق ديالهم كيجي لذيذ. فخليكم معايا باش نشوفوا المقادير والطريقه. بالنسبه للمقادير ديال الحريشات ديالنا، فغادي نحتاج 500 غرام ديال السميده الرقيقه، السميده اللي كنديروا بها الحرشه، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الخماره باش كنصوبوا الحلوه، ومعلقه ديال الزعتر. بالنسبه للحشو غنحتاج الزيتون كحل يكون مقطع طريفات، والفرماج مثلث. يمكن لكم تستعملوا الفرماج جبن بلدي او اي نوع ديال الجبن اللي كريمي. فغادي ندوز، غادي نحتاج الزيت، غنحرك مزيان هاد العناصر هي الاولى، وعاد غادي نضيف الزيت. بالنسبه للزيت فغادي نحتاج تقريبا واحد 4 ديال المعالق باش تجي الحريشه هشيشه. غادي نبسس الحريشه ديالي او السميده. فمن بعد ما شربت الزيت كما كتشوفوا غادي ندوز باش نضيف الماء. دابا غادي نبدا كنضيف الماء عادي، كما كتعرفوا السميده كتشرب الماء. نحاول نخفوها شي شويه باش يسهل علينا نعمروها، لان الحرشه كتشرب الماء. دابا غادي ندوز باش نخلط الزيتون مع الفرماج. انا هنا خليته شويه كبير، ما قطعتوش طريفات صغارين بزاف. ودابا غادي ندوز باش ناخذ واحد كمية على هذا الشكل. غادي نحاول نبسطها بيدي، وغادي نوضع فيها شويه ديال الفرماج. نحاول نهز بيديا، نجمع العجين. وغادي نمررها، ندوزها في السميده. وغادي نديرها في المقلة. قبل ما نوضعها في المقلة غادي نوضعها في هذا الإطار، هذا الإطار اللي كيساعدني باش تجي مقادة. انا هنا قبل مسخنا المقلة ووضع فيها شويه ديال الزيت، غادي نضغط عليها على هذا الشكل. من بعد ما بداو كيتحمروا غادي نحاول نبدا نقلبهم. غادي نستمر على هذا الشكل حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحريشات ديالنا، فكيجيو رطب وكذلك هشاش، وكيجيو بنان بداك الزعتر اللي منسمين به، وكذلك الحشوه اللي كتجي رائعه، فما كنحتاجوش اننا ندهنوهم. فكنتمنى تجربوهم، و الى عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك وكذلك اشتراك، وبصحه والراحه.